الدكتور، وإن شاء الله يكون الأهل معهم يعني، وميتنج تحقق الغرض منها. طبعا ساعدني إن أنا أقدم للدكتور حسين شعيشة، ودكتور حسين شعيشة مهما أقول يعني مش هدي حقه مما يستحق في مجال العلم وتشكيل العلم. دكتور حسين بيعمل إنجازات كلها ماكسيمم، يعني دي آخر ما يمكن إحداثه في اتجاه العلم، ودي الصعوبة إن ممكن الإنسان يحقق إنجاز هائل في اتجاه واحد، إنما حسين حقق إنجازات هائلة في اتجاهات عدة. يمكن أنتوا أوير بيه في جامعات، جمعية جامعات أمراض الكلى المتعددة، ولكن دكتور حسين شعيشة عمل إنجازات كبيرة جدا، سواء في كلية وتعليم الإلكتروني وتحديث العمل بمستوى راقي جدا. في قسم البطنة عمل يعني زي ثورة برضه تطويرية، والجمعية المصرية أعتقد إنه عمل يعني إنجاز هائل في إدوكيشن لأجيال أطباء الكلى. فدكتور حسين ديفوتنج هيمسيلف ويضحي بالكثير جدا 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 لكي يؤدي رسالة المستحيل. فأنا أشهد أن أقدم لدكتور حسين ويكون موضوع مهم النهاردة اللي هو أبديتس المانجمنت أكاديمية. اتفضل دكتور حسين. ده كلام كتير، ده كلام كتير إن شاء الله. يعني طبعا أنا بشكر حضرتك من 20 سنة من النيابة في مركز الكلى من سنة 93 في الغالب النهاردة وزي ما شفت كده هو التبني الواحد وانا بشجعه. شكرا جزيلا، شكرا لأسامة على المجهود اللي عملته مع حديث دور الأكرا ساوند لتاني مرة، واللي جبنا النهارده البايوبسي، حاجات والله يعني تحقق المستحيل. أنا في خلال نص ساعة هتكلم عن تطبيق الهيمي مانجمنت، وأتمنى يعني دي الصورة الأولانية، هي صورة معبرة عن طبعا فيها الإفراد الجنيني. الإفراد الجنيني دايما بقول إن هو كان صاحب فكرة التفاريني في الجروب، وطبعا اللي بيسمى سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل فيها، فأنا بشكره لأن هو كان هو الإنشيتيف كانت من عنده. طبعا الصورة دي فيها الدكتور طارق طنطاوي، الدكتور أسامة الشحات، هم أعمدة رئيسية لهذه الرابطة، وعاملين نشاط كبير جدا، وهو الحمد لله ربنا يعني أنعم علينا بالحب والتعاون، بحيث إن هي فعلا تعتبر أحسن رابطة على مستوى جمهورية مصر العربية في التخصصات. وده مش كلام يعني عاطفي، لكن ده حقيقي فعلا. الصورة طبعا بنشرف بوجود الأخ العزيز الأستاذ محمد المبار، راجل يعني قمة العلم والأداء، وأفدنا كلنا، أفدنا في مركز الكلى، وأفدنا هنا، وأفدنا في مصر، يعني في السنة دي شهر 6 وشهر 10 والنهارده هو شهر 11، والله أعلم بعد أسبوع كمان هي يعني أوراق مستمرة، ربنا يديك الصحة وقويتها دكتور محمد. برضه دكتور تامر وحيد السعيد، النهارده دي صورة من النهارده الصبح بايوبسيز، راجل متعقم وناس وخلى الناس يعني تمارس السكيلز المختلفة هنا البايوبسي. الفوكس بتاع التوك بتاعي هتتناول تطبيق في ايمن مانجمنت. انا مش هتكلم كلام كومبريهنسيف علشان ما استطعتوش، لكن هتعرض لبعض النقاط. هل الانيما لسه بتشكل بيردن؟ يس، اكوردنج للاحصائيات الحديثه الانيما دي بيردن في كل الكانتريز، كل الايجز، ويمكن الستات اكثر بتعاني من الانيميا عن الرجاله، فده كلام جنرال. هتعرض للانيميا مع الهارت فيلير، يعني في مصطلح اسمه كارديو رينا انيميا سندروم، المجموعه دي بتتجمع مع بعضها بيبقى في مشكله. نبص للسرفايفل كده، ودي اجابه حديثه جدا. لو انا عندي كونجستيف هارت فيلير ده السرفايفل بتاعه اللي فوق ده، لما بتضاف عليه انيميا او كرونيك كيدني ديزيز السرفايفل بيقل في الجرفين دول. لكن لما يجتمع الانيميا والسي كي دي شايفين السرفايفل اتأثر بطريقة دراستيك جدا، يبقى الأنيميا برضه مشكلة كبيرة جدا، وبتضاف على كرونيك كيدني ديزيز بتبقى مشكلة كبيرة. أحد الأسباب اللي بتفسر ليه كاردو ريدال أنيميا سندروم أسوسييتد مورتاليتي، يمكن دي ستادي برضه حديثة بتوري إن بيحصل زيادة في السمباثيك أوفر أكتيفيتي، وهنا بيصعب المصل زي ما حضراتكم شايفين كده. المصل سمباثيك نيرف أكتيفيتي لو قارنا المجموعه اللي فيها كونجستيف هارت فيلير بس
فيرسس المجموعه اللي فيها كاردرينا يعني سندروم السيمس سيستم يعني حصل له اكتيفيتي شديده جدا ودي ممكن تكون بتسبب الوفيات. لو سالنا سؤال بيزك يعني السؤال ده بيسال الطلبه وكل الناس بعد كده ايه اسباب الانيميا في الكرونيك كيدني ديزيز؟ اول ما نقول اسباب الانيميا في الكرونيك كيدني ديزيز هيجي في الاذهان على طول الايبو او الايس ديفشنسي. لان ما بيحصل شيء في ار بينزل تحت ال 60 الاستروبيتين بيبدا يقل. الاستروبيتين النيوترو لايف او الانترايد راين الاستروبيتين بقى برودوست من الليفر بعد ما الشخص بيتولد. الكدني اللي بتاخد الاوفر اللي هي بتاخد الشغلانه ديت وبتطلع الاستروبيتين. فما نستغربش لما الجي اف ار يقل الاستروبيتين برودكشن هيقل. وده بس ده مش كل القصه. والمفروض احنا من ابروتش لما نعمل ابروتش الانيميا في عيانين الكرونيك كيدني ديزيز نحط ايدينا على حاجات مفيده. ايه الحاجات المفيده؟ اهي الحاجات اللي ايزلي كوريكتبل وهتحسن الوضع. بيجي على راسها طبعا الهاير ديفشنسي ما تسيبش عيان في الهاير ديفشنسي. يعني عيان الكرونيك كيدني ديزيز معرض للهاير ديفشنسي لو عملت له كونفرميشن يبقى لازم اعمل ريبلينشمنت للايرن الفوليت البي 12 الهايبوثايرويد وراجع الادويه. يعني لو لقيت الاس انهبيتورز والارتس الفائده بتاعتها ما فيش فائده كبيره من اعطائها لكن عامله لي انيميا انا ممكن اتراجع لان ممكن يبقى يعني تاوزن على طول ده بوست بنفيت الموجود. ولو في نون ادهيرنس يبقى ده عيب في الدكتور لانه ما عملش اديوكيشن كويس للبيشنت ان ياخد الادويه بتاعته. انا لما باجي اتعامل مع حاله انيميا لازم ادور على الكلام البسيط ده هو اللي ممكن يغير الاوت كوم بتاع البيشنت. الحاجه الثانيه تنشال الكوريكتور. يبقى احنا لما نيجي نتعامل مع اي حاله ندور هل نقدر نصلح حاجات وتحسن الوضع خير وبركه؟ هل نقدر نصلح حاجات وتحسن الوضع جزء برضه يبقى شيء كويس انجاز؟ فلازم نعالج الانفكشن بكل الوقت يعني ما نسمحش بحدوث انفكشن ندور على الانفكشن واحنا بنتعامل مع حاله كرونيك كيدني ديزيز وانيميا. لو في انفكشن نعالجه كويس لان هيبقى له مردود ايجابي على الانيميا مانجمنت. الانفلاميشن يعني نتفاداه او يعني نشوف كل البارامترز بتاعت الجسم والكلام ده كله ونحسن كل ما نقدر عليه. الاندر دايلز ده مشكله كبيره جدا. لو عيان بيغسل وانا سايبه اندر دايلز ما اقعدش اسال نفسي ليه ما بتحسنش؟ ما انا ما بعملش الشغلانه بتاعته مظبوطه. البليدنج ادور عليه، الهايبر بار اعمل لها كوريكشن وده مش موضوع كبير جدا. اليوريتيل ابيز دي انا هتكلم عليها في اخر سلايد فمش قاعد اتكلم عليها دلوقتي. عالج المالينس والمالينس. يبقى احنا زي ما احنا شايفين كده الايسا ديفيشنسي او الاستروبيتين ديفيشنسي ده مين بلاير في الكوز اوف انيميا وده كلام هيقوله كل الاعمار اللي اشتغلوا في مجال الطب. لكن احنا دورنا ندور على الحاجات اللي نعرف نصلحها وساعتها بنحسن القصه. بعد كده الكلام ده كلام قلناه كتير جدا. لما يكون عندي عيان على الهيموداليسيس وانيميك اول خطوه بشوفها ايه؟ بشوف الداليسيس. لو مش قادر كنت اعمل له ايه؟ احسن نفسي شويه واشوف النيوتريشن واشوف البارس. الكلام ده كله كلام متكرر. وما بعد ما غطي هذه الاشياء قد اير احتمال ان اعمل الكلام ده كله وقت اير ان الاقيني حققت التارجت من الهيموجلوبين. لو سالتكم ايه التارجت هيموجلوبين دلوقتي؟ انا هتكلم عليه في الاخر. بس تخيلوا الهيموجلوبين تارجت المفروض يبقى ازاي؟ يعني نورمال هيموجلوبين في الرجاله قد ايه؟ طبعا الارقام النورمال اعلى بكتير من التارجت اصلا. انا عاوز التارجت بقى. طيب ده في السي كي دي والدياليسيس. يبقى في تندنس وانا هتعرض للنقاط دي. يبقى انا لو عملت دياليسيس كويس واديت اير انا ممكن احقق التارجت اللي انت قلته ده. لو حققته ومش عاوز دواء تاني له كوست وهوريكم بقى له بعض الادفيرس افكتس ما فيش داعي ان انا ادويه غاليه ومش هجيب من وراها فايده. لكن لو ما حققتش الهيموجلوبين لسه هو 8 ولا 9 وهكذا يبقى لابد من تقيسة تيرم. بعد كده جمله مهمه جدا 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 وهي يعني ايه؟ الجمله دي انا مستعيرها من سلايد دكتور عبد الجليل النحاس في دمنهور السنه اللي فاتت. حط سلايد كده بس حطها بالطول انا حطيتها بالعرض. علاج الانيميا في الكرونيك ديزيز ايرن 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 اند ايرن. يبقى ان انا اسيب واحد فيه ايرن ديفيشنسي طبعا عندي كم نوع من ايرن ديفيشنسي؟ في فانكشنال وفي ابسوليوت. ايه الفرق بينهم؟ ازاي افرق بين الاثنين؟
يعني بعمل فرقتين وترانسفيرين هم الاثنين مضروبين كويس. طب الثاني الارض موجود بس ما بيوصلش للايه للمكان المفروض اسويس. اعرفها ازاي بلاد خفيف؟ هو فرقتين وترانسفيرين. الفرقتين عالي لكن الترانسفيرين قليل. ولو عملت هايبرفورمنج سيلز ممكن تساعدني في هذا البيزنس. يبقى انا يعني ما اهملش الايفالويشن اوف ايرن ستورز مهمه جدا. الفرقتين والترانسفيرين واعمل لهم انتربريتيشن بشكل معين. لو احنا عاوزين نقرا الاير اعتقد السورس ده حديث تقريبا الشهر اللي فات والنفس ريفيو للاير. الناس مش سايب حاجه في الموضوع الا مذاكرها. انا طبعا مش هتعرض ليه بس هتعرض لسؤال كنت بسال عليه وقريته في مقاله وقعدت ادور عليه كتير بعد كده ما لقيتوش. وبعدين لقيته في المقاله دي. دلوقتي انت اديت اي في اير تمام؟ امتى اسس الستور؟ لو انا بستخدم اير ديكستران اقيس الفريتين وترانسفيرين بعد قد ايه؟ انا عاوز حد يتكلم تاني بحيث يبقى في ابديت لان غير البريتس والبوستس انا جايب معايا هدايا برضه للناس الانتر اكتف. والدكتور طارق هيبقى عينه على القصه دي يقول لي مين اللي ياخد الحاجات دي؟ ها؟ 14 يوم مين؟ في انت دلوقتي اردك ستران انا حاطط كده صفرين لو دوز وهاي دوز. الاولاني اللي بعد قد ايه والثاني بعد قد ايه؟ اسبوع. طيب الاجابه ايه؟ اللي دوز اسبوع زي ما انت قلت والثاني اسبوعين. طب الايرلك ستران او الايرلك كروز طبعا لسه الدكتور قال لنا في الفرق بين اللي موجود ومش موجود. المهم يعني السكروز او السكريت قد ايه؟ اسبوع برضه. حد تاني له اجابه تانيه؟ حد هي قالت اسبوع برضه. ايه الاجابه؟ ممكن 48 ساعه ونص دوز اقيم الستيتس بتاعت الايرلك الايرلك كروز. الصدم فرق جلوكونيت اعتقد ما عادش موجود دلوقتي. كان موجود في وقت من الاوقات ما عادش موجود بس زي ما انتم شايفين كده اسبوع. والاخير ده اللي مش موجود عندنا في مصر بعد اسبوعين او بعد السكند دوز. يبقى ده كلام مفيد جدا. انا اديت اير وبدي ارن على جهاز الغسيل امتى؟ اشوف الفريتين والترانسفيرين سيتويشن. يعني لو اديت ارن اكسترام النهارده وسحبت الفريتين بكره ما يطلع لي فورس ريدنجز. يبقى هتنفعنا هذا الكلام لان كلام قمري. النقطة مهمة جدا في الكي بيو جايد لاينز بالنسبة للايرن دي اخر نقطة اتكلم في الايرن فيه. لما يكون عندنا سبسس اقدر ادي اي في ايرن ولا لا؟ دي معلومة الكي بيو جايد لاينز قايلاها هي افود ادمنستريشن اوف اي في ايرن تو بيشنز اكتف سيستميك انفكشنز. بس خلي بالكم هنا نوت جريد يعني مفيش ايفيدنس لها. هو ليه طب ليه قالوا كده يا جماعة؟ السؤال اللي حد يتكلم ليه في الاكتف انفكشن انا مش عاوز ابدا اي في اي بيطلع ايه؟ تعمل ايه الفريتين؟ يعني يطلع يزلزل العيون ولا يعمل فيه ايه؟ لا هيزود الانفكشن زمان. السؤال ازاي ليه هيزود مظبوط لو ديبريسيف افكت على اللي النيتروفيل البلومور يعني بيقلل الفانكشن اوف فاجوسايتس. اما قلل الفانكشن اوف فاجوسايتس هيعمل زياده في الانفكشن. عشان كده يعني من العقل برضه لو في سيبسس اعمل ايه؟ بس انا لما قلت الكلام ده من كام شهر قلت كونتر ابسولوت كونتر انديكيشن. لكن دلوقتي ما اقدرش اقول ابسولوت كونتر انديكيشن. لكن لو في اكتف سيبسس فعلا من العقل ان اعالج السيبسس وبعدين ابقى ادور العين ايه؟ وعلشان كده الكيروكي اصلا يونايتد ستيت كومنتري قالوا مش يعني حطوا كومنت على القصه دي وقالوا ان احنا يعني ايه في كلام اذا كان الكلام ده هتقول فيه بس في الاخر علشان يبقى الكلام يوصل صح لو عيانه من ست شهور مفيش داعي للاي بي اي. نيجي على ايسا. ايسا إيه ايسا هي ايبو ولا ايسا؟ ايسا دي اختصار ايه؟ استيموليسس استيموليتنج ايجنتس. لان القصه يعني انا كنت نايم في 93 وكنا بنذاكر كتاب هاند بوك اوف داياليسيس كان مكتوب فيه جمله واحده ان الايبو از ريسنتلي انتروديوسد. لان كان رابع 88 89 قبل 89 ما كانش فيه اسو بي تي. دلوقتي بيبقى عندنا شورت اكتنج وانترميديت اكتنج ولونج اكتنج او يعني كده. فالقصه بقت ايه كده كده. انا بس بوريكم السلايد دهيت عشان تعرفوا ان ده دواء اهم جدا لان ده تكلفه. لو العيان بياخد ادويه على الغسيل
البتاع الاخضر اللي تحت ده كله تكلفه الايس سيرابي. الايس سيرابي فيري كوستلي يعني مكلفه جدا للدوله. استخدام الايس سيرابي اعتقد سؤال بيتسال عندكم. لو احنا بصينا الهيموداليس والبريتونيوداليس احتياج مريض البريتونيوداليس ديفنتلي اقل من الهيموداليس. الهيموداليس فيه بلاد بوس كتير وحاجات زي كده وفلتر وكلام زي كده. لكن برضه زي ما انتم شايفين كده ودي داتا 2012 ان تلتين على الاقل تلتين العيانين بتوع البريتونيوداليس بيحتاجوا ايسا سيرابي. تعال نبص للنايت سيت ريدر داتا سيستم بتاعت السنه دي. وانا يعني واحد دايما بينظر باعجاب للامريكان علشان بضاعة الصورة كده يجيب لك على مليون عيان على 400,000 عيان بياخدوا مش عارف ايه. لكن ايه انتوا حد لقط ايه اللي موجود في السلايد دي؟ ده بيتكلم عن ايسا سيرابي بيفور داياليسيس يعني في الايرا اللي هي قبل الداياليسيس. استخدام الايسا سيرابي زاد ولا قل؟ في امريكا خلال السنوات والسنوات مكتوبه تحت اهي من 95 ل 2012 والايسا نسبه الناس اللي بياخدوا ايسا اللي هو الخط ده هو اللي فوق ده شوفوا نزل لتحت 18%. يبقى حتى في امريكا الاستخدام بدا يقل لانهم قللوا التارجت. يعني يقول لك عيان قبل الغسيل قبل البري دياليسيس والمضمون ضعف 10 او 10 احسبها قوي قبل ما اديله ايسا سيرابي. الدوكس ده اختصار ايه؟ دياليسيس اوت كم بروسبكتيف باترن ستادي. ودي كل الدول كتيره جدا بتخش فيها ومصر اعتقد ان قريبا هيبقى لنا دور فيها على حسب اخبار من الدكتور ياباز رئيس الجمعيه. لكن انا عاوز اوريكم السلايد ده يعني نعلق عليه نشوف. انا عندي تو لاينز، هكتب لاين جامد اسود ولاين تاني فاتح. اللاين الاسود اللاين زي ما انتم شايفين كده اللي هو الاسود ده 2010 والفاتح 2011. لو لاحظتوا هنا العيانين بقى في 2011 73% يبقى قلت شويه. لو تتبعتوا بقى كل الخطوات هتلقوا استخدام الايسا قل نسبه بس لسه برضه نسبه فوق التلتين العيانين بياخدوا ايسا سيرابي. والاهم بقى ان جرعه الايسا قلت. هو انت بتقلل الجرعه يعني انا لما ازود معقول انا عاوز تارجت هيموجلوبين 12 بدل 11 ديت بتساوي على طول مليارات من الدولارات. فاذا كانش لازم يبقى انا وفرت كوست كبير جدا. فهنا التندنسي ان انا تقليل استخدام الايسا سيرابي اذا امكن ان ما كانش ممكن يبقى تقليل الجرعه وزياده استخدام الايرن سيرابي زي ما بنوضح في الايه في الكتابات. ايه الفورمز المتاحه؟ انا قلتها عندنا ديت الكرنت ودي الاوريجنال درابس. يعني عندنا الابريكس ده اقدم واحد ده طبعا شركه ايه؟ سلاش جانسن سلاش. النيورو هرمون ده رش الارانيسك او الضرب بروتين ده شركه امشن والميرسيرا ده رش. الجدول ده بيوضح كل هذه الاسماء وهتبقوا فيه برضه غايب حاجات يعني ما نسمع اسم جديد لازم تتبعه لان ممكن تلاقي حاجه زي البايو سيميلر زي الليبيدين دلتا الفوقاني دوت واتسحب سنه 2009. بعض الحاجات ابروفد في اماكنها زي ليبيا وخلافه في الصين. احنا صعب نستخدمه هنا لكن هو مش ابروفد في اوروب ولا في يونايتد ستيتس. الميرسيرا موجود يعني الارانيسك موجود من 2001 في امريكا واوروبا. لكن الميرسيرا او السيرا اللي هو كونتينيوس ريسبتور اكتيفيتور ده موجود في اوروبا بس. سؤالي لكم واللي هيعرفه هياخد جايزه ليه الميرسيرا مش موجود في امريكا؟ يعني احنا دايما لما نيجي نبص للشركات يقول لك ده مش اف دي ابروفد مش موجود في امريكا. ساعتها ايه اللي بيجي في دماغنا على طول؟ ان الدواء ده سيء. طيب ليه الدواء ده مش موجود في امريكا؟ هل هو فعلا اوحش من الحاجات الثانيه؟ ولا السبب ايه؟ انت رفعت ايدك اتفضل. انت سبتها ثانيه رجعت كلامك؟ السبب ان الميرسيرا ما بتتداولش في امريكا ان شركه امجن عملت في الاول شويه شغل ريسيرش على الديجليتد. ما هي بقى لونج اكل لانه بقى ديجليتد. فكان لها بيتنسز في البدايه على القصص دي. ففي مصارعه ما بينها وبين شركه رش. فبالتالي الاف دي ما بتلقى الشركات بتشكل بتعمل فارم للقصه. لكن منتظر ان يحصل له كومبرومايز مع بعض ويبقى موجود في امريكا في اخر 2014 او 2015. احد الحاجات اللي في يمين احنا يعني ده كلام ملوش قيمه قوي.
لكن اللي يهمنا لما نتداول الايسا سيرابي نبقى عارفين ان الدواء اللي هو الكيبيوتين الفا اللي هو الابريكس ما يبقاش بره ايه؟ بره الباب بتاع الثلاجه، واذا نقلته يبقى تتنقل في ايه؟ في ثلج معانا. لانه ما ينفعش يبقى بره الثلاجه، ما ينفعش درجه حراره الغرفه. البروتين بيتا اللي هو الهرمون خمس ايام، الدور بروتين ممكن اسبوع، الميرسيرا ممكن يقعد 31 يوم بره الثلاجه. الدوسج والسلايد اللي واخدها دكتور صبح المحاضره بتاعته اللي قالها في الكورس من سنتين نفس الجرعات، بس يمكن لما نيجي نبدا بقى بعد الموضه اللي قلناها في الاول ان بقى في نقص في الجرعات هنقلل شويه الايه؟ بدل ما نبدا على 100 نبدا على 50. نفس الكلام على الضرب البروتين، نفس الكلام على السيرم. السلايدز دي موجوده ممكن نرجع للجرعات وما نحفرش حاجه. لكن اللي انا عاوز اقوله ايه؟ احنا هنبدا بالجرعه اللي هنتفق عليها. العيان انديكيتد وعاوز اعالج الانيميا وبدات له الجرعه. وفي الانيشيشن فيس لازم اتابع الهيموجلوبين كل اسبوع. لغايه ما اوصل للتارجت بتاعي، وصلت للتارجت بتاعي المينتنس يبقى كل شهر، يبقى اتابع الهيموجلوبين كل شهر. برضه لما باجي احول من دواء لدواء، لما باجي احول من دواء لدواء اعرف الايكوفلنت دوزز. والايكوفلنت دوز ما بين الايكوتين والارنست موجوده في الجدول ده. وما بين المرسيرا اعتقد ان حاطط سؤال عندكم في القصه دي. يعني لو واحد ماشي على كان ماشي على 10,000 مثلا وحده في الاسبوع من الابريكس وعاوز احوله للارنست ممكن ابدا ب 40 لان هو في الرينج ده. فابقى اشوف ما اجي احول احترم الايكوفلنت دوز. نقطه ثانيه في الايفولوشن، لان تريتمنت العيان بتاع كرونيك ديزيز بتاعه مالتي ديسيبلينري ابروتش. يعني في بعض الاماكن في نيرس مخصصه لموضوع الانيميا، لكن في بعض الاماكن بيعتمدوا على الكلينيكال فارماسيست. وهنا تصطاد بتوري ان لو استخدمنا كلينيكال فارماسيست هيبقى له على الهيموجلوبين والدوز والكلام ده بيوفر حتى فلوس زي ما هو موجود في المقاله الجديده. يبقى ده السيرفيس نفسها بيحصل. في سؤال له، احنا طبعا عندنا فريكوينت داليسيس وان فريكوينت داليسيس. انا عامل بس 3 مرات في الاسبوع، ده مش فريكوينت، ده ان فريكوينت. لو زودنا على 3 مرات في الاسبوع بقى فريكوينت. تتخيلوا لو زودنا الفريكونسي ده معناها هنزود جرعه الايسا سيرابي؟ يعني هل الفريكوينت داليسيس ده بيزود الانيميا ولا ما بيزودهاش؟ والله الاستراد اللي موجوده لغايه دلوقتي كل حاجه بيستردس، هتلاقوا الصوره الفاين ده هو معناه ال 3 مرات في الاسبوع، والمرقع الخط المقطع معناها 6 مرات، مفيش فرق في الهيموجلوبين ما بين ال3 مرات و6 مرات، يبقى لغايه دلوقتي مش باين استثمار في نفس الكلام. بقيه الايسا سيرابيس انا عندي حاجه اسمها هيماتيت موجود هنا اهوت، وباصل فيس 3 وسموه فيرل 1 وفيرل 2، ودي ستادي هي السنه دي منشوره عليه الهيماتيت، والاستادي كانت بتقارنه بالارانيست او الدارك بيوتين، وطلعت الاثنين ايكويفالنت في الافيكاسي، لكن الهيماتيت لو توكسيستي على الكارب اصلا اكتر. المفاجاه لان تلاقي ناس، يعني انا عشت السنه في المنوفيه كاتب بقى في شعر، ولكن دايما قاعدين على الابديت. في اول السنه دي الشركات انونست او الشركه انونست يا جماعه اللي عنده هيماتيت في الاماكن اللي فيها هيماتيت يجيبوه لنا، عملت عليه كارانتين. وبعدين ليه بقى؟ لانه عمل انافلاكسس. يبقى مش كل حاجه تطلع نجري ورا. بعد كده في التطور او الايفولوشن او في سيرابي ان انا اعمل استابلايزيشن هايبوكسيا. يعني الناس اللي بتدخن سجاير اللي عندها كرونيك هايبوكسيا، الناس يعني ساعات بنشوف في الشخص اللي هو مدخن لما الاقي هرمون 18 وحاجات زي كده. لان الهايبوكسيا بتستيموليت الجين اللي هيطلع في الاخر ايبو ويشتغل. فهم فقرات نطلع ادويه تعمل استابلايزيشن هايبوكسيا فاكتورز، يا اما ان انا اوقف الانزيم زي هنا اللي هو البرولايل هيدروكسيليز اللي بيكسر الهايبوكسيا انديسبل فاكتور اي، بحيث استابلايز الهايبوكسيا انديسبل فاكتور فيزود الايبو سكريشن من الجسم. وطلعوا اول دواء اورال اسمه اف جي 2216، برضه الكلام شكله حلو، لكن اول ما طلع سحبوه تاني لانه عمل هيباتيك نيكروز. فيبقى احنا اللي عندنا هم زي ما قلت كده شورت اكتنج على راسهم الابريكس والهرمون سيلاج وروش والانترميديت ارنست وهم جاتين من ميرسير دول اللي هم، وطبعا في جينيريك انواع موجود. نخلي بالنا في سايد افكتس الايسوثيرابي
يعني ما يكونش واحد يعني لو انا عيان كروني كيدني ديزيز ياخد اربع ادويه انت هايبرتنسيف واحد يجيب اربع ادويه ما ينفعش لانه ممكن يدخله في مفاجاه هايبرتنسيف فلو بس وانا شفت حالات بالشكل ده فخلي بالنا من الهايبرتنشن والسيجرز وكل الكلام ده. سؤالي لكم ليه هيقلل الجلسة ديكوسي سلايد ديكريس اوف كيتي على فين؟ ليه لما حسن معالج الانيميا الجلسة ديكوسي قل؟ او بمعنى تاني لو عالجت الانيميا ازود الجلسة دوس ولا لا؟ وليه؟ عشان التوكسينز تبقى اتاتشد للارض سي لا حد قال بلازما مين قال بلازما؟ حد قال بلازما؟ فوليوم البلازما بقى ايه اللي بيقل مع 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 الانيميا؟ الوقت انا لما يكون انا الدم اللي بغسله ده عباره عن ايه؟ بلازما وعندي بلازما وشويه اربكسيز لو انا بغسل بلازما يعني بغسل ووتر هشيل منه اليوريا بافشنسي عالي جدا لكن لو بقى الار بي سيز بسيط هيماتوكريت كتر عشان اكستراكت الفوسفيت او اليوريا من الار بي سيز اصعب من ان اعمل لها اكستراكشن منين؟ من السيروم وعشان كده كل ما الانيميا بتزيد دي ممكن ياثر شويه ونخلي بالنا من القصه دي. اللاند ماركس نظر انا طبعا مش عاوز طرق كتير الاستراده دي شافت النورمال الهيموجلوبين العالي والهيموجلوبين الاقل ما طلعش طلع فيه ادفيرز افكتس في الهاي هيموجلوبين على الكارد فاسكولار والنيورولوجي والصادي تانية والصادي كانت مهمة جدا لأن البرنسبال انفستيجيتور بتاعها استوجو في الكونجرس الأمريكاني وفعلا انت لأن أي كلام أي صادي بتطلع بترتبط بالانشورنس والبوست والعيان والكلام ده قصة مش أي كلام فكان الصادي مع راندومايز صادي وعلى عدد معقول جدا من البيشنس وودك قارنت ما بين هاي هيموجلوبين يعني واصلين لغاية 12 ونص اهو واللو هيموجلوبين حوالين 11 علشان اوصل لدي ولا دي دول الاهم اهم كيرف في القصه عشان اوصل ل 12 ونص او ل 12 عاوز جرعه اكبر من الايبو ثيرابي يبقى كوست شديد جدا. تعالوا شوفوا النتائج ريجاردنج الاند بوينتس مفيش سيجنفيكانت ديفرنس ستاتستيكال بس الاوت كوم الاوحش موجود نسبه اكبر شويه في الايه في اللي رفعناه للجروب يعني دفعت فلوس كتير وخدت سايد افكتس نفس الكلام الريسك اكتر شويه بس ما وصلش احصائيه يبقى سيجنفكتس يبقى مش داعي ندفع فلوس اكتر في هاي تارجت وخلينا على لو تارجت احسن. الاستادي ديت كلنا عارفينها تريد ترايل في 2012 في 2009 على دياليسيس ولا بري دياليسيس الاستادي دي؟ تريد استادي او ترايل على عينين على الغسيل ولا ما قبل الغسيل؟ قبل الغسيل بري دياليسيس كورونيك كيدني ديزيز بيشنتس دايابيتيك الدرلي وعشان كده ما راح ياخد نتائجها يراعي هؤلاء الناس من ده 4000 عيان والصدى عشان تشوفوا قوتها دبل بلايند دبل بلايند معناها الدكتور اللي بيدي ولا العيان مش عارف لان في بيدوا دوايين شكل بعض الـ وبعدين اهم حاجه في 623 سنتر و 24 دواء يبقى ليفل اي ايفيدنس على طول وفعلا هي الناس اللي وصلوا 13 او وصلوا هيموجلوبين عالي والتانيين اللي انا مستغربه البلاسيبو ازاي وصل 11 هو ده السر في الاستاد دي علامات ان في ناس كمان جابوا هم كانوا بيعملوا حاجه ايثيكال لان ازاي ابقى دبل بلايند ستادي واسيب عيالي يبقى هيموجلوبين 7 كان في ثريشولد معايا لو الهيموجلوبين وقع بيديوا له سبلمنت بدواء يعني يديوا له دواء كمان فوق الاستاد لكن ما فيش فرق في كل الاند بونس دي والستروك اعلى الستروك اعلى في المجموعه اللي خدت ضرب كويتين وانا ممكن اقول انا موافق ان يبقى 50 عيان جالهم ستروك زياده بس احمل كده ما يحصلش بروجريشن توارد ان سيشن ديز لكن اللي حصل التو ارض زي بعض يبقى اذا مفيش فايده من القصه دي. بيجي السؤال هل هو المشكله في الارانيسم ولا المشكله في الهاي تارجت هيموجلوبين؟ الكلام بيتقال ان ده عشان الهاي تارجت هيموجلوبين بس عشان يبقى في اجابه صحيحه المفروض اعمل استادي ثانيه واشوف ناس فعلا انيميك يفضلوا تحت ال 11 واشوف تحت ال 11 على ال 11 اللي وصلوا 12 ونص وساعتها احكم حكم جاي. الدوز برضه مشكله. العيان اللي يحتاج منك قرعه كبيره عشان يظبط الانيميا ده عيان الاوتكم فيه اوحش والمورتاليتي اعلى. يعني بصوا كده للرقم ده لو العيان هنا هو في الجروب دي بالغ بهيموجلوبين قليل محتاج جرعه اكتر المورتاليتي اعلى. الريسبكتيف لسنه الفريتين الترانسفيرين ساتوريشن يبقى علشان نركز كل ما العيان يحتاج جرعه اكبر
ان الايسا سيرابي عشان يظبط الهيموجلوبين كان الافضل بتاع الاوحش. والحاجه اللي بعد كده ودي نفس الكلام بتقول ان الدوز الريسبكتيف للهيموجلوبين الدوز الاكبر لينكد بمشاكل. البلاد ترانسفيوجن ده مشكله والمفروض احنا كلنا ما يعني احد التارجتس بتاع الايسا سيرابي الكلام ده ان انا افويد البلاد ترانسفيوجن مشكله انه ممكن يحرم مريض انه يبقى كانت للترانسبلانتيشن. فهنا بيقول لك في الاول تشوف هل هو كان للترانسبلانتيشن ولا لا. ان كان كانت للترانسبلانتيشن تقعد توزن بقى الكوست بنفيت. نقطه مهمه جدا الهايبر ريسبونسفنس للايسا سيرابي. اديت الجرعه المكتوبه زودت الجرعه احنا كنا واحنا نواب لا زود 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 دلوقتي لا بيقول لك وصلت دبل انكريز للدوز ما اعرفش ازود اكتر. واكتفي بقى ان انت بدل ما توصل ل 11 يبقى 10 او 9 وشويه وما يحتاجش بلاد ترانسفيوجن. يبقى ده الايم بتاعك يبقى بتنزل القصه بتاعتك. فلو انت ما لقيتش في استجابه سريعه بتشيك الادهيرنت يعني العميل ياخد فعلا فعلا بتاعته ولا ما بتاخدهاش. لو ما بياخدهاش خلاص بتوقف عن هذا وتعالج القصه دي. عارفين زيت هوليسيس مش هنعمل مش القصص دي. الفيتامينز والفوليت والايرون انا لو انا احط الايرون فوق او بعد تشيك الادهيرنس على طول. البي دي اتش السي ار بي في انفلاميشن ولا لا؟ اندر ده لسه حاسينها بستخدم ادويه زي الاس والار ممكن اوقفها وممكن الجا في الاخر للجمار والبيبسي. جت نقطه الفيتامين دي ديفيشنسي. انا ما كنت في قطر كانوا بيقيسوا الفيتامين دي لكل العيانين. فلقيت فعلا هناك رغم انها حر ما اعرفش عشان الناس بتقعد في التكييف ما بتطلعش بره بقى في الشمس ولا ايه. كل الناس او نسبه كبيره جدا من الناس الفيتامين دي سيلز بتاعتهم لو. فهل الفيتامين دي ديفيشنسي له علاقه بالانيميا؟ احد الصفات بتقول ايوه لانه بيزود الانفلاميشن وبيزود ريليز اوف هيبسي. الهيبسيدين ده بيخلي الارن نوت افيلبل للارثرويز. في النهايه بيعمل ريزيستنس ولو بصينا لكم مره بايوبسي الفوقانيه دي كل الابيض ده فات والنكله التحتانيه دي فيها هيموبايوسس وزي الفل. لكن ما زال ما فيش ناكا ايفيدنس ان انا ادي العيانين عشان احسن انيميا فيتامين دي. سؤال تاني انا عيان بيصل اهوت في انيميا وماشي على الفلوكس احوله على هايفلوكس عشان احسن الانيميا. هل تحويل العيان من الفلوكس لهايفلوكس هيحسن الانيميا؟ يس ولا نو؟ تمام؟ محمد قال يس، حد تاني عاوز يقول نو؟ تمام؟ الاستاذ ديت يعني طبعا القصه محتاجه استاذ فهي نو. لكن الاقرب يور ووتر ممكن يحسن البيولوجي ويقلل الانفلاميشن ويقلل هذا الكلام ويحسن الدنيا. انا هصر على اني يعني كم زمنا يعني مش عليه مني صح. يبقى اذا الاقرب يور ووتر ده غالي جدا ان انا احقق هذا التارجت من البيولوجيكال دايناسيتي المحترم. لكن كل حاجه تبالي زي ما بيقولوا كامل وشيء. ايه اللي هيحصل؟ هنا الفوقان السريع البروتين قل باستخدام الالترا كروموتر الانتر لوكن قل القلب بيتحسن والاحتياج للاس سيرب الدوز قل. يبقى الالترا بيور يمكن ما يبقاش الهاي فلاكس هو السبب لكن في الغالب لو استخدمت هاي فلاكس استخدم الترا بيور ووتر ممكن تبقى الان الترا بيور ووتر ممكن. في حاجه بنعملها غلط او بتحصل غلط عند الهوسبيتاليزيشن للبيشنت بتاع السي كي دي او الدالس. اول ما يخش يزود جرعه الايس سيرم. تزود الجرعه سبب في الاستاذ ديت بيزود الهيموجلوبين شويه لكن ما بيحسنش اي اكتر فبالتالي ما فيش داعي لهذه البوليسي. الادجوفنس احنا جبنا سيره الفيتامين دي. لو انا سالتك سؤال ايه الادجوفنس ريكومندد علشان اسبورت الايس سيرم؟ فيتامين سي. ايه ده؟ ايه تاني؟ ايه ده؟ الحاجه القويه بتقول ايه يا دكتوره؟ اقوى حاجه هي الايرون وده هو. لكن اللي فيه اجيفان ثانيه بتتجرب زي الاندروجين. رايكم في الاندروجين؟ هنا الاندروجين جاي بانس كيديو جاي بانس قلت لك وريكومند نوت يوزنج اندروجين. وهنا واحد معناه ريكومنديشن وبي معناها ايفيدنس محترم من ريسيرش. احنا استخدمناها في الصادي ونشرناها في 2005 وكانت الصادي فكرتها لطيفه جدا كانت الدكتور محمد
الايسا غالي ومش قادرين نوفره العيانين، فنعمل ايه؟ ما ندي اندروجين مع سمول دوز من الايسا، كان 3000 وحده في الاسبوع ونشوف الهيموجلوبين هيحصل ايه. كانت النتيجه نيجاتيف في الاصطاده دي، لان احنا لما حسنا الايرون سيس هو اللي فرق، والعينين اللي خدوا اندروجين حصل فيهم سايد افكتس، يعني فرنسا عمانيز علب، الستات حصل لهم شويه هيستيزم على شويه مشاكل. فطلعنا كتبنا حتى الجروشه بتاع المقاله ان الاندروجين مفيش داعي له، لكن ممكن يلجا اليه في الالدرلي مان ويز ايفيدنس سترون ديفيشنسي. وده عينه اهوت ريبورتد ان في النص في ليبيدو وستوفينيا والكلام ده كله، والسترون بتاعه 7 قليل. سؤالي لكم، كم في المية من عيان الهيموداليسيس عندهم تسترون نورمال؟ يعني عشان انا بساله بالطريقه دي بتقولوا ايه؟ 23% بس من عيان الهيموداليسيس عندهم نورمال تستسترون. القصه فيمكن فانا لو انا مش قلقان من البروستيت ونورمال ليفر انزايمز والعيان عنده ايفيدنس اوف هايبو تستسترون او عنده ادرينو، لان ده بيأثر على الويل بينج بتاع البيشنتس، ممكن تديله اندروجين سبلمنتس. بالنسبه للبيوريتيل ابليزيا، امتى اشك في البيوريتيل ابليزيا يا جماعه؟ حد كده يقول لي؟ طيب ده في عيان بياخد قيسه ولا ما بياخدش؟ يبقى اول قاعده لازم يكون بياخد قيسه سبب. كان في الاول بيتكلموا على الابريكس وغيروا مش عارف ايه، فتحسنت القصه ان هو موجود كل القيسه سيرب ممكن يبقى معاها بيوريتيل ابليزيا. فامتى اشك فيه؟ طبعا نسبتها قلت موجوده في الموجه قبل كده، بس برضه ريبورتد مع حاجات. يبقى لو في صدم دروب في الهيموجلوبين رغم ان انا بدي قيسه سيرب او ريكوايرمنت للبلاد ترانسفيوجن والارقام موجوده، هي ممكن يبقى نبص عليها او سوليد ريتيكوسايد ديفيشنسي ونورمال بليت بوان سيل كاونت، ده اشك في ايه؟ طيب ايه اعالج العنده ازاي؟ اعمل ايه؟ يعني اسرع حاجه اعملها اوقف القيسة سيرب، اوقف هنا زي ما الكتاب بتقول وريكومند القيسة سيرب بي ستوب ان بيشنت ديفلوب انتيبوتيك فيوريتيل ابليزيا وايفيدنس قوي جدا واحد ايه؟ وكانوا هنا بيقولوا بتستخدم الهيماتين في علاج القصه. الهيباتيتس سي هل يأثر على الانيميا؟ الهيباتيتس سي احنا عندنا هيباتيتس سي هنا كتير، الهيموداليسيس هنا في الامريكان والاوروبيين، هل يأثر على الانيميا؟ احتياج للاير واحتياج للايسا ثيرابي والهيموجلوبين ليفل في العينين، رايكم ايه؟ الهيباتيتس سي على الاناليسيس علاقته بالانيميا يزود ولا يقلل ولا ممكن الاثنين؟ الهيموجلوبين او يزود الهيموجلوبين او الانيميا، يعني يزود ولا يقلل ولا الاثنين؟ في نظريتين، نظريه حتى احنا كنا بنحفظها زمان، الحالات اللي بيبقى فيها بريزيرف هيموجلوبين رغم العيان فيه كرونيك او انستيش كيدني ديزيز، كنا بنقول بروسيست كيدني ونحط الهيباتيتس على اساس ان الهيباتيتس ده بيعمل ستيموليشن للريليز اوف ايبو من الليفر. ف يستوي ده او ده، احنا عملنا استراتي عاملين الاستراتي بتقول الهيموجلوبين ممكن يبقى احسن شويه، ودي منشوره حديثا في استراتي نشرناها في مركز الكلى في 2007 وما لناش فرق ما بين السي والنور سي. فهي بيوز كده او كده، لكن انا وانا بعمل بلان ما بغيرش الدواء اكوردنج للفيروس بتاع عيني. نقطة مهمة جدا جدا جدا، الايرسوبيسيس ستيمولتنج ايجنتس في عيني كانسر. اعمل ايه؟ قلها اوقف ايه؟ في كل الحالات؟ لا قلها ايه؟ الالجوريزما؟ اسال نفسي السؤال، هل ده كانسر ريليتد انيميا؟ لو ساعتها يبقى ده لازم يقف، لان الكانسر انيميا الكانسر هيزيد ممكن الاسوفيس. لكن افرض عيان كانسر وكان الهيموجلوبين بتاعه كويس وانا اديت او بتوع الكيموثيرابي بتوعه الكيموثيرابي عارف جدا عملوا مايرو سبريشن، القصه هنا مختلفه على الكانسر اسوسيت انيميا. فبيشوفوا لو هو كانسر ريليتد بندي العيان بلاد ترانسفيوجن مديش كيسه سيرم، لو هو من مايرو سبريسيف افكت بنشوف اللايف اكسبكتنس بتاع البيشنت وبنمشي في الالجوريزم اللي انتم شايفينه ده. انيميا اصغر ثاني الكلام ده، يعني واحد عنده كانسر وعنده ابد بليدنج مش عارف منين، ده قصه بقى يبقى عارف السبب، يبقى هنتابع الالجوريزم ده. الفاريابيليتي
على الرغم ان في ناس استخدمتها من شركات ادويه في الدعايه لمرض الادويه، الا ان انا برضو يعني انا اديت محاضره في مؤتمر عين شمس وسالت في الاول الفريق دي حاجه مهمه ولا لا، فالناس قالوا مهمه وقلت لهم لا مش مهمه. لكن انا فعلا انا لما رجعت تاني وبصيت الامر بعقلانيه، لو انا هسمح للمجرم بتاعي يقعد يرقص كده فوق وتحت ده مش كويس. اي حاجه بتمشي بالشكل ده برضو مش كويس، فممكن يبقى معاها ادفيرس اوتكم او لا. لكن السؤال بتاعي، هل انا لو شلت ايه الطيب من الايسا ثيرابي اللي معهوش فاريابيلتي؟ انا بسالك السؤال ده رغم اني اديت الاجابه في الاول نو ريليشن بتقول طيب في ايسا ثيرابي عشان ما فيش شركه تستخدم القصه دي. وهي القصه انت بتتابع العين كويس وبتتابع الهيموجلوبين في فتره الانشيشن في الاسبوع وبعد كده في الشهر وعينك على الفاريبلز وعينك على المشاكل اللي بتحصل، يبقى مش هيحصل فاريبلز. القصة فيها مشاكل مفيش نوع، لأن دي الناس بتستخدمها للدعاية بس، الأدوية مالهاش سايد افكت خالص. اللي هيعرف كلمة سام اللي في التايتل دوت هياخد جايزة برضه. والاستاذ دي هتنزل في 2014 في شورما تمام صوتي في الفرش. كلمة سام عشان تعرفوا الناس بتفكر تحسن، هم فكروا يغيروا أنواع الإسم لقوا مفيش فرق. فقال لك نلعب بقى في الإيفالويشن فارماسيست. هنا بقى مش فارماسيست، هنا سمارت انيميا مانجمنت. استخدموا برنامج كمبيوتر يقعد يصفر ويزمر ويطلع حاجات يعني، وقالوا انه بيحسن على مستوى الاندفيدوال، على مستوى الاندفيدوالز هتلاقوا اللي هو الكنترول اللي هو الاسمر ده عالي وواطي وحاجات زي كده، لكن الثاني اللي بيتابع في الكمبيوتر ظهوره احسن. واحتياج البطن سكرين اكتر في العينين للكنترول اللي هو بيتابعوا بالطريقه التقليديه، لكن اللي بيتابعوا بالسمارت ميثود البطن سكرين اقل. نيجي لنقطة من أهم النقاط في البرزنتيشن ده، إيه التارجت بتاعي؟ هل التارجت بتاعي 11 أو 12 أو كلام من ده؟ أحسن تارجت هو اللي بيأثر على العيان، يحافظ على السرفايفل ويحسن الكواليتي أوف لايف، يحافظ على الفيستولا، زي ما أنتم شايفين التوب بتاع الإيه؟ الهيراركي ده. والله ما قدرتش أحقق التوب، أحقق اللي في النص. أفويد بلاد ترانسفيوجن. لا، وإذا مشيت بالشكل ده أنا بمشي صالح البيشنت بشكل افضل من الروتر. السلايد دي برضه دكتور صبحي عرضها في الكورس بتاع الهيموداياليسيس، لكن عملت لها شكل ابلكيشن كان ده في التوقيت دكتور محمد قالها من سنتين، ده التارجت من 11:30 ل 12:30. والعيان اللي فوق ال 13 ده ريد زون يعني مشاكل، والعيان اللي تحت ال 10 ريد زون، اللي ما بين الارقام ده جري زون. ده الوضع كان سنه 2011 و2012. في 2013 تقلص الجرين بقى 10:30 ل 11:30 و10:30 ل 11:30 والجري زون زاد شويه. ماشي؟ واوريكم السلايد دي من نايت ستيت كده داتا سيستم والطارق. بص للسلايد دي بعد اذنك كده. انا بقول لك طارق بص على السلايد دي ليه؟ لان بصدد عمل ريجستر المصري. شوف الناس لما بتعرف يعني السلايد ده هي لو بصينا سنه 92 هتلاقي نسبه كبيره للهيموجلوبين تحت التسعه و9 10 حاجات زي كده. لما تيجي في 2004 هتلقى في جبل اخضر فوق ال 12. لما تيجي النهارده بقى هتلاقى لا ده بقى في 9 من 10 ل 11 والخط بتاعها زايد. فمعناها تندنسي توارد لور كارنتلي. يبقى في نص ال 2000 في نص العقد ده كان الناس بترفع ال 12 واكثر من كده. لكن حاليا 11 تقل شويه مش مشكله. هنا نفس الكلام الاسود ده الكارنت. الايسا سيرابي اقل في الدوز. هنا نفس الكلام والايرن استخدامه اكتر. لا يبقى اذا احنا يعني لو خدنا معلومه من هنا دلوقتي 10:30 11:30 كويس قوي اكوردنج. بس نخلي بالنا لو ادينا لو مشينا على الروتر الهيموجلوبين نتابع العين كويس لانه ممكن ينزل ويحتاج بلاد ترانسفيوجن وده مشاكل لو تارجت الهيموجلوبين. ده زي ما انتم شايفين كده الاحتياج للبلد ترانسفيوجن زاد في امريكا السنه دي. طبعا في كي دي وجايد لاينز نازله في 2012 فيها كل شيء، ودي ممكن نقراها من السلايدز. والحاجات اللي انا حاطه عليها بوكس احمر ده نخلي بالنا منها. يعني هنا وين ذا انيشال دوز اوف انترافينس اير مهم قوي. لما هبدا ديكستران هنا الكي دي وجايد لاينز ريكومند، ولو هبدا حاجه غير ديكستران سجست ذات ذا بيشنت بي مونيتورد فور 60 مينتس. يعني مش حاجه اسمها في الانشيش مش حاجه اسمها خد الدفاع ده في البيت او الجرح. لازم هياخدوا يبقى فيه مونيتورنج 60 دقيقه زي ما مكتوب كده.
ويبقى في ريسبتاتيف فاسيلتيز موجوده عشان لو دخل في انافلاكسيس. طبعا الكيدو جايدلاينز موجوده وهتبقى موجوده في السلايدز هنقراها كلنا. هنا برضه في الانشيشن ايسا لو العيان كلاسيفايد بيشنت از هافينج ايسا if they have no interest in hemoglobin. انا انتبع يعني اللي انا عاوز اقوله انتبع الكلينيشنز هم مكتوب كده عشان ما نجتهدش كتير على السؤال. اخر تو سلايدز انا منبسط جدا من هذا الكلام. يعني انتوا هتلاقوا كي بيجوا عنوان فوق وتحته اوروبيان بريس جاتس جايد لاينز كومنتري. دايما ويا ريت احنا نعمل كده نجيب الجايد لاينز الدوليه اللي فيها الليتريتشرز وحاجات زي كده ونشوف اللي يناسبنا ايه. هنا اوروبا نفسها جابت الكي بيجوا جايد لاينز وقعدت تشوف التحتاني ده امريكا وتشوف كندا الكنديان شوف الكنديان سوسايتي بياخدوا جايد لاين جايد لاين يقول لك لا احنا موافقين على ده موافقين على ده عاملين لك كومنت هنا. فده اللي يناسبنا ناخده واللي ما يناسبناش. المحاضره موجوده على الموقع خلاص انا نسيتها قبل ما اقولها فموجوده نقدر نشوف السلايدز ونتبع هذا الارقام. في اي اسئله يا جماعه؟ في اي اسئله؟ ما هو مكتوبه في الكتاب جايد لاينز بوضوح شديد جدا. انت لو عندك الترانسكريبشن اقل من 30 والفيرتين اقل من 500 مكتوبه. والعيان في السكتي انت تديله اورال ترايل وانت عامل الكلام ده الكلام ده مكتوب بوضوح شديد يبقى راح حضرتك في السلايد تشتغل. هو بس اهم نقطه هو المونيتورنج. اهم نقطه المونيتورنج. انا ما زلت غير مقتنع بالتوتال دوز انفيوجن او الهاي دوز انفيوجن. رغم ان في انواع من الايرون ممكن تبقى كده على حسب الايفيدنس اللي موجود. معرفش دكتور محمد رايك اتفضل. اتفق معاك تماما يعني. اسئله ثانيه؟ هو بس اللي بيبقى مكتوب دكتور مين اللي ياخد الكتاب اللي انا جايبه؟ اه بنشكر الدكتور حسين على هذه القصه القيمه يعني. لا لا خمس دقايق شاور عليها الدكتور. ده احسن هديه اللي هو ده النفروساب العدد الاخير بتاع كرونيك كيدن ديزيز اند بروفيشن هيبقى للبس يا دكتور طارق. مين؟ طلع؟ طيب خلاص. اتفضل. دكتور صبحي انا هسلمهولك. فالحالة قيمة جدا فيها بروجريشن والترايلز والكلام ده. على كلمة صبحي تاني فين يا جماعة؟ إن شاء الله حد يختار. أحمد زيادة فين؟ مين تاني؟ أيمن صبري، هما اتنين بس يعني. خلاص يبقى زيادة وصبري. الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك. غير الهدايا بتاعت البري والبوست، البوست هتسلموه وتجيب الهدايا بتاعت هدايا قيمه جدا جدا جدا.